والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وسارة نجيب، أهلا بك سارة. شكرا لكم سحر ويوسف. ومشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة. سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصل على الرخصة الذهبية 15 شركة. وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت دعما رئاسيا وحكوميا هائلا للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، موضحة أن زيادة الصادرات وتشغيل العمالة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية أهم مكاسب الاقتصاد المصري من الاستثمارات الجديدة. قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والوفد المرافق له بجولة تفقدية بشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة غوانزو الصينية. يأتي ذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين. وأكد رئيس الهيئة على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط، وأيضا دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات أطباق لهذه العلامة التجارية. انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع محافظة سوهاج، حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنطاق المحافظة، وذلك بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة، حيث وصلت نسبة الملء في صوامع سوهاج حتى الآن إلى نحو 85% من الساعة التخزينية. جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي والحيوي الأول في العالم. ففي محافظة سوهاج انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة، حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنطاق سوهاج بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة. تم فتح شونة أولاد نصير التابعة لصومعة أولاد نصير بسعة تخزينية 2400 طن، وإحنا ولله الحمد في أقل من شهر تم ملء حوالي 85% من السعة التخزينية لصومعة سوهاج. نسبة ملء الصوامع في سوهاج وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 85% من السعة التخزينية، مع تجهيز شون بديلة لاستقبال كل كميات محصول القمح المورد. نظرا للإقبال الكثيف من الموردين والمزارعين على صومعة أولاد نصير، تم زيادة السعة الاستيعابية للصومعة بفتح شونة أولاد نصير لاستلام الأقماح بسعة تخزينية 2400 طن، والحمد لله الانتاج مبشر ويزيد عن مثيلاته في الأعوام السابقة، والأمور تمام وطيبة الحمد لله. محافظة سوهاج أعلنت توريد ما يزيد عن 60,000 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي، إضافة إلى تقييم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات النفطية من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك بلس بشأن سياسة الإنتاج. وارتفع خام برنت بنسبة 9% مسجلا 76 دولارا و95 سنتا للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% مسجلا 72 دولارا و67 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.14% لتصل إلى $2.36 سنتا للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.38% لتسجل $2.42 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأظهرت بيانات رسمية أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي. وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6% من يناير إلى إبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت بنسبة 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى. وفي إبريل وحده تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2% على أساس سنوي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت بنسبة 19.2% في مارس الماضي. أعلنت حكومة فيتنام أنها تسعى لخفض صادراتها من الأرز بنسبة 44% إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، وذلك لضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف من التغير المناخي. وقالت الحكومة إن إيراداتها من تصدير الأرز ستتراجع إلى 2,620,000,000 دولار سنويا بحلول عام 2030 مقارنة بثلاثة 3,450,000,000 دولار في عام 2022. وتعد فيتنام ثالث أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد الهند وتايلاند. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى سحر ويوسف. إليكم. شكرا لك سارة.